عن أوضاع المخفيين قسرا والمعتقلين وكذلك أوضاع ذويهم والمعاناة التي يعيشونها بحثا عن مصير المغيبين والمعتقلين، ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة الناشط الحقوقي العراقي جمال العبيدي. أستاذ جمال، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون لا تزال أزمة المخفيين قسرا في العراق أحد الأزمات التي تتفاقم بلا حل. بداية، كيف وصلت الأوضاع في ملف المغيبين قسرا؟ هل تقلصت بعد انتهاء العمليات العسكرية؟ أستاذ جمال تفضل. مرحبا بكم يا أخوي الكريم، حياكم الله. أهلا بك. تحية طيبة لكم ولقناتكم الموقرة ولمسيرتكم الطويلة في الدفاع عن المظلومين من بداية الاحتلال إلى يومنا هذا. أهلا بك أستاذ جمال، يا مرحبا. أما عن موضوع سؤالك أستاذ، وهو الوجع المستمر على طول خريطة الجراح التي عانى منها سكان المناطق المدمرة وليست المحررة، نعم، ألا وهو المغيبين قسرا في غياهب سجون الميليشيات الإيرانية والذين استشهدوا أيضا على أيديهم، ولا زال في كل يوم وكما ترون تكتشف مقبرة جديدة لهؤلاء الأبرياء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذ لم تتقلص، بالعكس زادت، ويمكننا القول أنها أصبحت قانونية بشكل ما إذا صح التعبير، حيث في بدايتها وعند ارتكاب تلك الجرائم من تغييب وقتل كانت تلك الميليشيات منفلتة كما تعلمون وفصائل ثائبة. أما اليوم فأصبحت هذه الميليشيات هي الدولة، والدولة بكل مفاصلها خاضعة لهم، وهذا ما نراه كل يوم عيانا، ورأيناه جهارا في حكومة عادل عبد المهدي وما فعله بثوار تشرين من قتل وقنص وتغييب، والكل يشهد بهذا. أما في الشق الثاني من سؤالك أستاذ عن دور الدولة، فهي عبارة عن متفرج لا حول ولا قوة، فقط سلطتها على الضعفاء والمساكين وسرقة مقدرات هذا البلد وأهدائها لإيران وبقية المشاريع التخريبية في المنطقة. طيب أستاذ جمال، جريمة الإخفاء القسري جريمة متعدية، بمعنى أنها لا تقف عند من تم إخفاؤه بل إلى أهله وذويه، وأحيان كثيرة تصل إلى أصدقائه. لماذا تلجأ بعض الأنظمة إلى هذه الجريمة رغم تجريمها دوليا؟ ما الهدف من وراء ذلك؟ أستاذ، في الحقيقة هي المعاناة الأكبر في هذه المأساة هي معاناة الأهل والأحباب، نعم، لهؤلاء المغيبين المساكين من أمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم الذين عانوا ويعانون الأمرين من لوعة غياب أحبائهم وما يتعرضون له في كل يوم من ابتزاز وأساليب قذرة من هذه الميليشيات المجرمة، مرة بحجة أنهم أحياء وأنهم سوف يصلونهم بهم، مما زاد معاناتهم إلى مأساة فوق مأساة، حيث اضطر هؤلاء المساكين إلى بيع كل شيء لديهم أملا في بصيص أمل يتمسكون به من هذه الميليشيات. أستاذ جمال، نعم أستاذ جمال، تطرقت إلى دور الحكومة، ولكن دعنا يعني نغوص أكثر في هذا المجال. كيف رأيتم دور الحكومة في حل هذه المأساة في ظل مسك الميليشيات الأرض وهي المسيطرة على الأوضاع الأمنية والتي كان لها يعني سابقة في نفس المنطقة منذ أشهر؟ ما مدى مسؤولية الميليشيات عن إخفاء جثامين المخفيين قسرا؟ أستاذ العزيز، الحكومة مجرد متفرج. الحقيقة دور الحكومة في هذه القضية وخصوصا في قضية المغيبين ميتة سريريا، ولا تجر على تحريك جندي واحد للبحث في هذا الموضوع، حيث لاحظت أخي الكريم كم حكومة توالت منذ عمليات التدمير التي باشرت من حيدر العبادي ثم عادل عبد المهدي والآن الكاظمي، وكلهم فقط مجرد بيادق لا يحلون ولا يربطون، وكما قلت لك سابقا فقط بارعين في السرقات وتوزيع السرقات وسرقة الضعفاء والبهرجة الإعلامية الفارغة التي نراها كل يوم من استعراضات فارغة، ورأيتم الاستعراضات التي قامت بها الميليشيات. نعم. فالدولة وكل ما في الدولة هو ما تبع للميليشيات فقط كصورة رسمية تابع للدولة، أما كل شيء بيد هذه الميليشيات. لو تطرقنا إلى تحميل المسؤولية، من يتحمل المسؤولية؟ هل الحكومة بمفردها تتحمل مسؤولية الإخفاء القسري أم أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة والميليشيات؟ بالدرجة الأولى أستاذ العزيز، بالدرجة الأولى الحكومة تتحمل،
لأنه يعني السلطة كلها بيد الحكومة، أنت رئيس وزراء، إذا لم تكن بيدك سلطة ولم تتحمل دماء هذه الناس وأموالهم، لماذا تمسك بهذه السلطة؟ إذن فبالدرجة الأولى تتحمل الحكومة وكل المشاركين بها من كل الأطراف هذه الدماء البريئة وهذه العوائل المنكوبة وهذه الضحايا التي ذهبت. أما الميليشيات فهي مجرد أدوات لفاعل إقليمي حاقد منذ سنين هدفه تدمير هذه البلاد وخاصة هذه المناطق التي قاومت وتقاوم المحتل وكل أذنابه التي أتى بهم. نعم، من أنقرة الناشط الحقوقي العراقي جمال العبيدي، شكرا جزيلا لكم.